حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. في الصحوة نت، شقيق أحد الصحفيين المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي بعد جلسات التعذيب، أخي لم يعد يسمع الأصوات. وفي عدن الغد الميليشيات الحوثية تغلق 8 مشافٍ في صنعاء. وفي الغارديان استمرار حرب الطائرات دون طيار بين إيران وإسرائيل. في 28 من أغسطس آب 2015 اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية الزميل الصحفي صلاح القاعدي من أمام منزله في منطقة السنينة شمال أمانة العاصمة. ومنذ ذلك التاريخ وأقارب صلاح يطرقون كل الأبواب وتكذب الوعود التي حصلوا عليها بالإفراج عن المعتقل بلا سبب. وعنوان موقع الصحوانت، مطالبات بسرعة الإفراج عنه. صلاح القاعدي 4 سنين من ظلم وظلام سجون الحوثيين. ويقول الموقع إن التعذيب الذي تعرض له صلاح أفقده القدرة على السمع وأصابه بأمراض أخرى في جسده المنهك، إضافة إلى التعذيب النفسي الذي يتعرض له وآخرون من رواد الكلمة والحقيقة. وكتب شقيق الصحفي المعتقل ضمن صحفيين آخرين، تهمة أخي الوحيدة أنه صحفي نقل الحقيقة وسلط الضوء على جرائم هذه الميليشيات بحق أبناء الشعب اليمني. وأضاف 4 سنوات تنقل خلالها صلاح بين عدة معتقلات وأخفي قسريا لأشهر، ووضع في معتقلات انفرادية وتعرض للضرب بالهراوات على الرأس والتعذيب بأسياخ الحديد والتعليق. نتج عن ذلك تدهور في صحة صلاح الذي يعاني من أمراض مزمنة بسبب عدم السماح له بتلقي العلاج ومنعه من العرض على الأطباء، وقد فقد السمع في إحدى أذنيه، وحياته مهددة بالخطر في ظل استمرار تعذيبه منذ 4 أعوام. كتب الصحفي الإيراني محمد مجيد والكاتب اللبناني محمد علوش تقريرا يتحدثان فيه عن الموقف الإيراني من أحداث الجنوب اليمني ومستقبل التحالف العربي في ضوء التباين السعودي الإماراتي حول المشروع الانفصالي. وقال الكاتبان في التقرير الذي ترجمه موقع يمن مونيتور، إنها اللحظة الإيرانية للانقضاض على التحالف العربي والشرعية اليمنية وابتلاع اليمن العربي. إنها لحظة قاسم سليماني حينما يرى الشرعية اليمنية التي تقف حائلا أمام تحقيق أوهامه في اليمن. يتابع التقرير، عندما كانت ميليشيات الانتقالي تحاول أن تنفذ انقلابها الذي يستهدف اليمن الجريح وشرعية التحالف العربي، كانت طهران ترصد وتراقب التطورات في المشهد اليمني الدامي بدقة. تقرأ طهران المشهد اليمني بعيون عربية حتى تتخذ موقفا رسميا يحرج التحالف العربي بقيادة السعودية. وتظهر طهران التي انقلبت على الشرعية اليمنية بمظهر الداعم لوحدة وسلامة التراب اليمني عكس خصوم الحوثيين في اليمن. هكذا تعتبر من المضحكات، أو هذه تعتبر من المضحكات المبكيات لنا كعرب، كما يقول الكاتبان، أن نرى الموقف الإيراني الذي أوغل في دماء اليمنيين وشرعيتهم يدعي بأن ينادي بوحدة اليمن مستغلا الانفلات الذي يشهده جنوب اليمن في ظل عبث المجلس الانتقالي بمصير الشرعية والتحالف. عندما كانت ميليشيات المجلس الانتقالي منشغلة بالسيطرة على قصر معاشيق مقر الحكومة اليمنية الشرعية في عدن، كان لسان حال الجنرال قاسم سليماني يقول: حسنا فعلت يا ابن بوريك ويا عيدروس، إنها اللحظة الإيرانية في اليمن التي يجب أن نستغلها لإسقاط عقبة الرئيس هادي والشرعية اليمنية لاستكمال مشروعنا في اليمن كما في العراق. محافظ عدن أحمد سالم ربيع كتب عن أحداث عدن وطالب الأهالي بالتحلي بروح المسؤولية، وأضاف في مقال نشره موقع عدن الغد: اليوم عدن وكل الوطن ينتظر منا كسلطة محلية فرض هيبة الدولة واحترام القانون وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية وفي المقدمة تأمين حياة الناس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وهذا من أولويات المهام الملقاة
على عاتقنا وقيادة وزارة الداخلية ممثلة بالمهندس أحمد بن أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في دمج كافة وحدات الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت مظلة وزارتي الداخلية والدفاع والحكومة الشرعية وقيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن، وإعادة تطبيع الأوضاع بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية كهرباء، مياه، وصرف صحي، ونظافة، وصحة، وتعليم، ووقف كل الأعمال المخلة بالقانون من خلال تفعيل عمل الأجهزة القضائية والنيابات وإشاعة روح المحبة والتسامح والسلام بين أبناء المجتمع. وبهذه المناسبة لا يسعنا في هذه العجالة إلا أن نرفع أسماء آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي وإلى رئيس وأعضاء الحكومة على اهتمامهم بإعادة تطبيع الأوضاع في العاصمة عدن، وندعوهم للإسراع وفي القريب العاجل بالعودة جميعا لمباشرة أعمالهم من العاصمة عدن والاستكمال عملية ترتيب أوضاع العاصمة والمحافظات المحررة واستكمال عملية التحرير لبقية المحافظات اليمنية من خلال العمل جنبا إلى جنب مع الجارة الكبرى المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما أجدد الدعوة لإخواني وأبنائي سكان العاصمة عدن للتحلي بروح المسؤولية الوطنية في تشمير السواعد والتوجه لبناء الغد المشرق لمدينة عدن التي تنبذ العنف والتطرف السياسي أو المناطقي باعتباره سلوكاً دخيلاً على أبناء مدينة عدن. عدن اليوم وغداً وبعد غد تحتاج أبنائها وجهودهم وإخلاصهم من أجل البناء لا من أجل التدمير، ومن أجل إشاعة الحب والسلام بدل الفوضى وزرع الكراهية والانشقاق، ولنمضي معاً يداً بيد لبناء مستقبل أجيالنا ومستقبل مدينتنا الحبيبة عدن، وليكن انحيازنا الكامل لتوفير الخدمات الأساسية ولصالح مدينة عدن. أغلقت وزارة الصحة التابعة للميليشيا الحوثية عدداً من المستشفيات الخاصة و25 غرفة عمليات في مستشفيات أخرى في العاصمة صنعاء بذريعة عدم مطابقتها للمعايير. وعنون موقع عدن الغد: الميليشيات الحوثية تغلق 8 مشافٍ في صنعاء. وبحسب وثيقة أقرت وزارة الصحة العامة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين إزالة جميع اللوحات الخاصة بها من جوانب المستشفيات حتى تقوم إدارتها بإصلاح وضعها القانوني. كما أقرت الميليشيا إغلاق غرف العمليات والعناية في 25 مستشفىً خاصاً بالعاصمة صنعاء. وطبقاً للوثيقة، فقد أعطت الميليشيات إدارة المستشفى المشمولة بهذا القرار فترة 3 أشهر لتطبيق ما وصفته الأنظمة والأدلة وأسماء المستشفيات وفقاً للقرار، كما تضمنت رفع جميع اللوحات الخاصة بها من جميع الجهات. واعتبر مراقبون إغلاق المستشفيات الخاصة وسيلة حوثية لابتزاز مالكيها وفرض جبايات مالية باهظة على مالكيها يضاعف رسوم إجراء العمليات المرتفعة أصلاً على المرضى. أعلن مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث ترحيب كلا الطرفين في اليمن باقتراح المبعوث بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة والملاحظات المقدمة، وعلق موقع المشاهد نت: تفاؤل جريفيث يعود مجدداً. وقال جريفيث إن الطرفين سيناقشان المزيد في الاجتماع القادم للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترأسها بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. جاء هذا بعد مرور أسبوع على إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن يوم الثلاثاء، والتي تحدث فيها عن تقديمه اقتراحاً لإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة وتحديد 25 أغسطس موعداً نهائياً من جميع الأطراف الذين أشار في حينها إلى قيامهم بدراسة الاقتراح بعناية. الجدير بالذكر أن المبعوث الأممي ألمح في إحاطته الأخيرة إلى انفصال الأحداث في جنوب اليمن عن اتفاق ستوكهولم، حيث صرح بالقول إن تنفيذ اتفاقية ستوكهولم مهم من الناحية السياسية، لكن يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً لتحقيق السلام في كل أنحاء اليمن.
يصادف اليوم ذكرى رحيل رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي الذي اغتاله شاب مجهول في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن في مثل هذا اليوم عام 1987. وقد نشر موقع 21 عربي مقالا عن الرسام الفلسطيني. كان يرسم لهدف واحد أن يصل بريشته إلى فلسطين. بالنسبة له الطريق إلى فلسطين ليست بالبعيدة ولا بالقريبة، إنها بمسافة الثورة. حتى يومنا هذا لا تزال الشرطة البريطانية تطلق نداء في كل عام للحصول على معلومات بشأنه، أملاً في أن يشعر شخص ما بقدرة أكبر على التحدث بحرية بحسب آخر نداء للشرطة. جريمة عمرها 32 عاماً لا يزال لغزها بلا حل. القاتل بلا ملامح باستثناء صورة تقريبية لهوية منفذ عملية الاغتيال، إلى جانب صورة للمسدس الذي استخدمه القاتل بجريمته. مكث في غيبوبة حتى وفاته، ودفن في لندن رغم طلبه أن يدفن إلى جوار والده في مخيم عين الحلوة، حيث رسم أولى رسوماته على جدران المخيم حفراً وبالطباشير. تميز ناجي سليم حسين العلي المولود عام 1937 في قرية شجرة الواقعة بين طبريا والناصرة بالنقد اللاذع والسخرية السوداء عبر 40,000 رسم كاركتوري كانت تأخذ شكلاً تحريضياً حيناً وشكلاً ثورياً حيناً آخر، كما يقول عن رسوماته. بعد احتلال فلسطين عام 1948 هجر ناجي العلي مع أهله إلى جنوب لبنان وعاش في مخيم عين الحلوة. سافر بعدها إلى طرابلس ونال منها شهادة ميكانيكيا السيارات، ثم التحق بالأكاديمية اللبنانية عام 1960 ودرس الرسم فيها لمدة عام. اكتشفه القاص والروائي والصحافي الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني بعد أن شاهد رسوماته أثناء زيارته لمخيم عين الحلوة، فنشر له أولى لوحاته في مجلة الحرية عام 1961، وكانت عبارة عن خيمة تعلو قمتها يد تلوح. وستكون دولة الكويت باباً واسعاً للشهرة والإبداع يفتح له ليعمل محرراً ورساماً ومخرجاً صحفياً في عدة صحف ومجلات كويتية. رافقت جميع رسومات ناجي شخصية الصبي حنظلة والتي تمثل صبياً في العاشرة من عمره ويرمز للفلسطيني المعذب والقوي، ورغم كل الصعاب التي تواجهه فهو شاهد صادق على الأحداث لا يخشى أحداً وغير مكترث أدار ظهره للعالم ويديه خلف ظهره. نطالع من صحيفة الجارديان البريطانية مقالاً بعنوان سباق التسلح السري في حرب الطائرات دون طيار في الصراع بين إيران وإسرائيل، حيث أثارت موجة الهجمات بطائرات دون طيار بحسب المقال في سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية واليمن والآن لبنان شبح حقبة جديدة من الصراع في المنطقة بسبب قدرتها على اختراق ساحات القتال البعيدة وإصابة أهداف منيعة بدقة. ويشير الكاتب إلى أن الطائرات دون طيار صغيرة الحجم ورخيصة الإنتاج والقادرة على التهرب من أنظمة الرادار كانت ولفترة طويلة تمثل محور ترسانة الجيش الإسرائيلي في عملياتها على غزة، أما الآن فقد أصبحت عاملا فعالا في الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران. يقول المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون والعراقيون بحسب المقال إنه منذ منتصف يوليو نقلت إسرائيل آلات متطورة مزودة بصواريخ على بعد مئات الأميال من العراق لمهاجمة 5 أهداف مرتبطة بالوكالة الإيرانية العاملة هناك. ووفقا للصحيفة يحاول الإيرانيون توسيع رقعة نفوذهم عن طريق التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ونشر العنف والفوضى في اليمن ولبنان والعراق وسوريا ومنطقة الخليج وأماكن أخرى. الشجار الأمريكي الإيراني على سفينة هو مجرد عرض جانبي للأحداث في الخليج. تحت هذا العنوان كتب سايمون هاندروس مقاله المعاد والذي نشره في صحيفة الغد.
مهما يكن ما يحدث في البحر المتوسط، فإن التطورات المستقبلية في الخليج هي أكثر أهمية بكثير بسبب أولوية الخليج في إمدادات النفط العالمية. وفي هذا الصدد قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعه يوم الأربعاء مع المرشد الأعلى علي خامنئي أنه إذا انخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر فلن تكون الممرات المائية الدولية آمنة كما كانت من قبل. وكانت إيران تتخطى الحدود منذ أيار مايو على الأقل. أولاً تعرضت 4 ناقلات راسية قبالة ميناء إماراتي في الفجيرة لهجمات والتي يبدو أنها كانت من عمل رجال الضفادع البشرية الإيرانيين. وبعد ذلك تعرضت 2 ناقلتان إحداهما سعودية والأخرى إماراتية لهجوم بينما كانتا في المياه. وفضلاً عن ذلك تم شن هجمات بطائرة من دون طيار على محطتي ضخ تابعتين لخط الأنابيب السعودي الذي يربط الخليج بالبحر الأحمر. ربما كان مصدر تلك الهجمات للطائرات من دون طيار من الشمال في العراق أو من الجنوب في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن. وكان الحوثيون المدعومون من إيران قد أعلنوا مسؤوليتهم أيضاً عن هجوم الطائرة من دون طيار في نهاية الأسبوع الماضي والذي استهدف حقل الشيبة النفطي السعودي على الحدود مع دولة الإمارات. وينتج الحقل الذي يبدو أنه تضرر بشكل طفيف كمية ضخمة من النفط تبلغ 1,000,000 برميل يومياً. يبدو أن التكتيك الأمريكي في الوقت الراهن يتمثل في ممارسة الحركة القديمة المفضلة لدى واشنطن وهي التحدي القانوني، وبالتالي يفسر ذلك ما حدث في جبل طارق وأي شيء آخر قد يحصل في هذه الفترة. وتسير الجهود المبذولة لتشكيل تحالف عسكري في الخليج ببطء شديد. وفي الخليج لا تعني التهديدات القانونية الكثير، وفي ظل وجود قوات بحرية أمريكية كبيرة داخل مضيق هرمز فضلاً عن مجموعة واحدة على الأقل تضم حاملة طائرات ضاربة خارج المضيق، يكون لدى الجيش الأمريكي أصول كبيرة جاهزة للاستخدام. هيمنت خطوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توقيف البرلمان عن العمل لمدة 5 أسابيع على عناوين جميع الصحف البريطانية، وعلى الرغم من انقسام الشارع البريطاني بين مؤيد ومعارض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، إلا أن خطوة إغلاق البرلمان أثارت غضب الكثيرين. ونطالع من صحيفة التايمز: جونسون يختار الكسر في إشارة إلى أنه يدفع ببريطانيا إلى حافة أزمة دستورية. أما صحيفة ديلي تيليغراف فكان عنوان صفحتها الأولى: يجب على رئيس الوزراء أن ينفذ إرادة الأمة. بينما كتب روس كلارك مقالا بعنوان: أخشى أن تكون هذه الخطوة هي التي ستندم عليها الحكومة في المستقبل، حيث أن أعضاءها وفقا لبي بي سي التي نشرت التقرير قد يجلسون يوما ما في مقاعد المعارضة في البرلمان ويشربون من نفس الكأس التي يسقون منها معارضيهم اليوم. وتناولت صحيفة الجارديان الموضوع فكتبت على صفحتها الأولى: غضب شديد إزاء تعليق جونسون للبرلمان، ونشرت مقالا قالت فيه: أوقفوا الانقلاب بعد أن خرج الناس بالآلاف أمام البرلمان للتظاهر ووصفوا ما حدث بأنه انقلاب وطلبوا جونسون بالاستقالة. أدى إعطاء أطفال رضع في إسبانيا عقارا خاطئا بحسب ما قالته صحيفة البيان إلى نمو شعر في الوجه والظهر ومواضع أخرى بأجسامهم بشكل مفرط وغير طبيعي، وهو ما يعرف بمتلازمة فرط الشعر. وذكرت صحيفة البايس وعدة صحف أخرى في إسبانيا أن 17 طفلا أصيبوا بما يعرف بمتلازمة المستذئبين، أي أشباه الذئاب، جراء هذا العقار. صحيفة البايس نقلت عن إنجيلا سيلس من غرناطة قولها: نما الكثير من الشعر في جميع أنحاء جسد ابني في الجبهة والخدين والذراعين والساقين واليدين، وكان حاجبه مثل حاجب البالغين، مما تسبب لنا بكثير من الخوف لأننا لم نكن نعرف ما الخطب. وأوضحت سيلس أن ابنها لم يكن قد تجاوز سن 6 أشهر عندما بدأ النمو غير الطبيعي للشعر لديه. الهيئات الصحية المعنية في إسبانيا أوضحت أن الخطأ نجم عن شركة كوميكا سور للأدوية،
وزعت عن طريق الخطا عدة دفعات من دواء مينوكسيديل المستخدم في علاج ضغط الدم، ويستخدم أيضا ضد تساقط الشعر في غلاف مادة مثبطة لحموضة المعدة. وبعد ظهور الحالة المرضية الأولى للعلاج الخاطئ في أبريل الماضي، تولت الهيئة الإسبانية لسلامة الأدوية الأمر وتوصلت لسبب المشكلة، وأمرت مطلع أغسطس الجاري بسحب جميع العقاقير التي توزع بغلاف خاطئ. أباء بعض الأطفال المصابين قالوا إن نمو الشعر بدأ يتراجع لدى أبنائهم بعد التوقف عن إعطائهم الدواء الخاطئ، ولكن ببطء شديد. قدر معلوم من السلام، تحت هذا العنوان كتب فواز حداد مقاله في صحيفة العربي الجديد. لم يتجسد الشر في العالم كما تجسد في القرن الحادي والعشرين، هذا حسب محللين سياسيين يتمتعون بقدر من البصر مع التشاؤم، ولو كان بالحد الأدنى رأوا بأم عينهم الغزو الأمريكي للعراق والقصف الإسرائيلي لغزة، وبشكل مجسم وبشع إعدامات داعش والقتل الممنهج في سجون الأسد. بوسعنا إيراد الكثير من الأمثلة، وربما لم نكن لنتكلم عن الشر بهذه الثقة إلا لأن أخباره أصبحت مادة يومية، وتأثير الحروب لم يعد مقتصراً على ساحات القتال، بل انتقلت إلى داخل المدن والقرى والبيوت. وليس من عبث القول إن القرن العشرين سجل أكبر رقم لأعداد الضحايا، مع أنه كان قرن العقل، فالحربان العالميتان أهدرتا أرواح ما يقارب 60 مليوناً من البشر. يبدو للمتشائمين أن لا أمل في قرننا هذا في تخفيض أعداد الضحايا ما دام العقل نفسه هو المسيطر، ما يبشر بتزايد الشرور. لماذا تبدو الحرب الأكثر وروداً في هذا القرن؟ إنه العجز عن كبح جماح الشر بالنظر إلى جاذبيته لقادة دول وسياسيين عنصريين ورجال أعمال ومافيات يختلقون ذرائع إنسانية واقتصادية ودينية للسيطرة على العالم. خلق الشر مع البشر، وحصته في النفوس أكبر من حصة الخير، أسلحته فعالة ومكاسبه كبيرة، أما الخير ففي حالة دفاع عن النفس تلاحقه الاتهامات بالسذاجة وأيضاً بالغباء. في الواقع ترك الخير لنوبات الكرم التي تصيب رجال الأعمال، فيهبون الملايين للجمعيات الخيرية والمشاريع الثقافية والجامعات ومختبرات العلاج من الأوبئة والأمراض المستعصية ومكافحة الفقر والجوع. العالم ليس نظيفاً من الشرور، ولئلا نتفائل يطفح بها، ومحاولات اجتثاثها منيت بالفشل الذريع. ليس هناك حل نهائي لهذه المعضلة الأزلية ولا حتى مؤقتة، الأجدى ألا ندعها تتفاقم، وإبقاء الصراع مع الشر مستمراً. تقول صحيفة الجارديان البريطانية وهي تشرح عن المتواجدين في الصور أنهم مجموعة من الأفارقة قرروا تغيير أحوالهم للأحسن ومغادرة بلدانهم، ثم عبور خط الحرب في اليمن للوصول إلى السعودية. عبروا البحر إلى اليمن ثم علقوا فيها. يبدع رسامو الكاريكاتير من خلال رسوم تضاهي أخباراً وصوراً عدة. في جولتنا لهذا اليوم نعرض عليكم مجموعة من هذه الرسوم.
أخبارا وصورا ورسوم نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.